الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال: باب. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. هذا حديث صحيح. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي شريح العدوي الكعبي الخزاعي واسمه خويلد بن عمرو. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب صفة القيامة والرقائق والوضع والورع، وقد ذكر مجموعة من الأبواب غير مترجمة، وهذا منها ذكر فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحت قوله: باب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. و هذا الحديث أولا فيه فضيلة إكرام الضيف، وهذه من مكارم الأخلاق والتي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام من أوائل ما دعا إليه مع دعوته إلى العقيدة. وفيه أن إكرام الضيف واجب، لأنه علقه بماذا؟ بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو فليكرم ضيفه أو غير ذلك، فهذا موجه إلى كل مسلم، يعني هذا غير موجه فقط إلى كاملي الإيمان من الناس أو أفضل الناس، وإنما هو موجه إلى كل من توجه إليه الخطاب بالتكليف. كل من توجه إليه الخطاب بالتكليف هو مخاطب بهذا الخطاب. بل لو أنه قال: من كان مؤمنا، بل لو قال: من كان مؤمنا كامل الإيمان فعليه كذا، فإنه يكون قد خوطب به كل إنسان، ويكون من لم يعمل بذلك قصر في هذا بالإضافة إلى التقصير في إيمانه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا أيضا فيه أن الكلام وإن كان على ثلاثة أقسام، فقد قسمه في هذا الحديث إلى قسمين: القسم الأول هو الخير، والقسم الثاني هو إما أن يكون فيه شر أو أن يكون خاليا، يعني كلاما لا خير فيه ولا شر. ومقصودنا بقول لا خير فيه ولا شر أي ليس فيه لفظ منهي عنه، ولا فيه لفظ يلزم قوله أمرنا به مثل الأذكار وغير ذلك، وإنما هو كلام مسكوت عنه. هذا أيضا لا يقوله، يسكت عنه، لأنه خيرنا بين أمرين: إما أن يقول خيرا أو نصبت فقط. إذن بقية الكلام وهو الشر أو الذي ليس فيه خير ولا شر، هذا منهي عنه. إذن فضول الكلام لا يقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن أهم أركان الإيمان الإيمان بالله. والإيمان بالله هذا الأمر يعني استقر في فطر الخلق، ولكنه ليس مفصلا. وأما الإيمان باليوم الآخر فلأن أهل الكفر أنكروا اليوم الآخر، أو أنهم أنكروا التفصيل الذي يجب عليهم الإيمان به، لذلك جاء هذا النص هنا، وهذا من أميز أركان الإيمان. قال: هذا حديث صحيح، والحديث في صحيح مسلم. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي شريح الكعبي. نعم، حديث عائشة سبق في أبواب البر والصلاة،
نعم. حديث أنس هذا فعلا للترمذي وحديث عائشة أيضا في أحمد. نعم. حديث أنس فعلا للترمذي في متروك محمد بن ثابت البناني ضعيف حديث أنس أبا العلاء شيء محرم أبوه. نعم حديث أنس ضعيف جزاك الله خير. أو يسكت أو يصمت. نعم. حديث أبي شريح كعبي صحيح مسلم شاهد هذا الحديث وصحيح البخاري والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يؤمن من لا يؤمن جاره ضوائل. نعم أيضا في لكن صحيح مسلم بمشاهد لهذا أحسن الله إليك. وإسناده كما ذكر الإمام الترمذي حديث صحيح إسناده أيضا صحيح. ثم ذكر حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. وهذا فيه أيضا أن الصمت يعني الأول فيه أن الإنسان مأمور بذلك من كان يؤمر بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ففيه أمر بأن يقول الإنسان الخير أو أن يصمت أو أن يصمت وليس فيه الأمر بالكلام في الجملة وإنما فيه أن الإنسان ليس له إلا أحد خيارين هذا المقصود به فليقل خيرا أو ليصمت يعني ليس مطالبا بأن يقول أكثر مما يعني أن يستمر في القول وإنما هو مخير بين أن يقول الخير أو ليصمت لكن يلزمه قول الخير في وقت وجوبه عليه. وأما هنا ففيه فضيلة للصمت وهو النجاة عند الله من صمت نجا. وهذه النجاة في الآخرة لأن الإنسان لا يندم في الواقع في الغالب عن شيء صمت عن الكلام عليه بقدر ما يندم على كثير مما يقول يعني لو أننا جعلنا كلام الإنسان من ناحية نسبية وجدنا غالب ما يقوله كثير من الناس الذين يكثرون الكلام يندم عليه الإنسان التعامل مع الناس الكلام مع الناس غالب ما يتكلم به الناس فيما بينهم يمكن أن يندم عليه الإنسان وقل ما يندم أنه سكت عن شيء. وهذا في الدنيا إذن في الدنيا قد ينجو الإنسان بسبب صمته عن أمر وينجو عند الله لكن هذا الكلام فيما إذا كان الشيء ليس واجبا أو مطلوبا شرعا أما ما كان مطلوبا شرعا فليس داخلا في هذا المعنى. وإسناد هذا قال الإمام الترمذي هذا حديث غريب يعني ضعيف لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. والإمام الترمذي رحمة الله عليه ابن لهيعة الناس فيه على يعني على أصناف منهم من ضعفه أو أطلق تضعيفه ومنهم من وثقه وقال إنه حافظ وإنه حافظ أهل مصر وإنه ومنهم من قال أو محدث أهل مصر ومنهم من فصل في حاله. الإمام الترمذي هو ممن إيش ضعفه يعني من المتشددين في حاله وقال في أول كتاب الجامع يعني بعد الأحاديث العشر الأولى قال فيه ضعفه أو ضعيف عند أهل العلم ضعفه يحيى بن سعيد وغيره هذا في أبواب الطهارات في بداية فقد صرح في حاله لذلك كل ما مر بحديث فيه ذكره فإنه يضعفه يعني يضعف إسناده ولا يعني أنه يضعف المتن يعني الحديث قد يكون صحيحا لغيره لكنه يضعفه بمن بعبد الله ابن لهيعة. طبعا عبد الله ابن لهيعة نحن تكلمنا عليه فيما سبق ومن عنده ملخص عن الكلام عن ابن لهيعة تفضل أبا مالك. إذا روى عنه أحد العبادلة أو من روى عنه عن النسخة من نسخه من قتيبة فحديثه حسن وإلا فهو حديثه ضعيف. جميل هذا التفصيل جيد. طبعا الناس اختلفوا في ذلك لكن لماذا يعني ما الذي جعل رواية العبادلة عنه ومن أخذ من نسخهم عنه حسن الحديث وأما ما لم يكن كذلك فحديثه ضعيف يعني ما السبب في ذلك غيره تفضل. نعم احترقت كتب هذا قول مصري الأخ اي بس الأصل أن تكونوا أعرف به لأنه من مصر تفضل.
كان يضبطون رواية مع هذا الكلام. هذا احنا قلنا التفصيل هذا ذكرنا انه من يعني اخذ عن كتب هؤلاء انه ايش؟ لانه في النهاية اخذ كما اخذوا. ليش؟ لماذا من يأخذ عن كتب، لماذا العبادلة او من اخذ عنهم يعني لماذا، لماذا غير هؤلاء لا يصح حديثهم؟ تفضل. لانه العبادلة سموه في وقت قوته قبل ان تخترق اما بعد ذلك اذا بيجي يعني اذا جينا الرواه العبادلة الموجودين في السند يبقى هو الصحيح. يعني هذا طبعا هذا احد الاقوال، وهذا ليس قول اهل مصر. يعني اهل مصر لا يقولون بانه احترقت كتبه، اهل مصر يقولون احترقت داره، احترقت داره سنة 70 و100 او 69 و100. فسئلوا عن كتبه فقالوا ما احترقت اصوله، بل انهم يعني اخذوا عن اصوله بعدما احترقت داره. نعم احترقت بعض كتبه التي كان يحدث منها. ابن لهيعة اول ما كان يروي من اصوله، ذلك كانت احاديثه التي اخذها عنه المتقدمون من اصوله. لكن من الناس من كان يضبط ومنهم من كان لا يضبط ما ياخذ. فمن اخذ من اصول ابن لهيعة، لذلك سفيان يعني ما يدل على جلالة ابن لهيعة كان يقول عندنا الفروع وعند ابن لهيعة الأصول. ونقل عنه قال حججت مرارا حتى ألقى ابن لهيعة أكثر من واحد، حتى إن الإمام مالك نقل عنه ما يومئ إلى أنه كان يريد أن يسمع منه. وبالتالي فالرجل عنده كثير من الحديث، يعني عنده يعني هو من مروياته أكثر من 2500 حديث، فحديثه يشتهى. وأهل الحديث في زمانه هو كان محدث أهل مصر، وبالتالي أهل مصر يعني كان الناس يذهبون إليه أو يتمنون لقاءه في الحج حتى يأخذوا عنه حتى لا يضيع حديثه. إلا أنه مع ذلك لم يروي عنه البخاري في صحيح ولا مسلم إلا مقرونا في موضع. فالشاهد من كلام بأنه لم يكن يعني ضابطا متقنا، وإنما كان عنده يعني في حفظه شيء لكن أصوله صحيحة، أصوله صحيحة. كان يحدث من أصوله، في آخر الأمر صار يحدث يعني من أشياء من كتب وليس من أصوله. فما حدث به من أصوله وأخذ عنه في ذلك الوقت فهو الذي يقبل من حديثه، وما جاء بعد ذلك، لذلك الذين حدثوا عنه بعدما ترك التحديث من أصوله وقع عندهم هذا. ذكروا فيه سوء الحفظ، وسبب هذا والله أعلم كان يأتيه بعض التلاميذ يجلسون إليه فيقول لهم حدثونا طريف حديثكم، فيحدثونه بعض طريف حديثهم. ومن ذلك واحد اسمه زياد بن يونس الحضرمي، وهذا حدث بحديث عن قاسم بن عمر العمري، طبعا قاسم بن عبد الله بن عمر العمري. قاسم بن عبد الله بن عمر العمري هو يعني عبد الله بن عمر العمري هذا المكبر الضعيف أبوه، وهو متروك القاسم نفسه. القاسم هذا ابن عبد الله بن عمر العمري متروك، وعمه عبيد الله بن عمر العمري ثقة لكن أبوه ضعيف. فكان يحدث هذا القاسم بن عبد الله بن عمر العمري، كان يحدث يعني هذا جاء زياد الذي ذكرنا، زياد بن يونس الحضرمي الحضري أو الحضرمي الحضرمي نعم، فحدث عن القاسم العمري هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم النار فكبروا، أو إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئه. سمعتم بهذا الحديث؟ ها؟ شو إيش حكم هذا الحديث؟ صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، لا يصح هذا الحديث. والقاسم هذا يرويه، القاسم العمري يرويه عن عمرو بن شعيب أحيانا وأحيانا يرويه يجعل بينه وبينه الحارث بن عبد الرحمن. المهم أنه الرجل متروك. فكان بعد ذلك إذا حضروا إليه، إذا جلسوا إليه إلى عبد الله بن لهيعة يقول حدثنا صاحبنا عن من؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث إيش؟ إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. قال ثم نسي الشيخ فصار يحدث به من جملة ما يحدث به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يعني إيش؟ ضمه إلى مجموعة أحاديثه.
لذلك رأوا أنه صار سيء الحفظ، ورأوا أنه اختلط. هذه كانت من أهم القصص التي ذكروا فيها هذه المسألة. تقرب لكم الصورة، يعني بعض المصريين يقولون هو أصلا هو كان سيء الحفظ ابتداء وبالتالي، لكن كلام الناس فيه منهم من تكلم فيه يعني قوى أمره وثقه، كلام الإمام أحمد فيه جانبان يعني أو فيه له قولان، قول يذكر أنه هو يعني عنده حديث وأنه صاحب حديث وأنه يعني من غيره محدث في يعني يرجع إليه في مصر، وله كلام آخر أنه إنما يعني يكتب عنه ليجمع حديثه ولا يحتج به. واضح؟ الشاهد من الكلام أن التفصيل، وعليكم السلام، أن التفصيل الذي ذكره مالك هو في النهاية ما ينتهي إليه الكلام، لكن السبب هل فعلا اختلط الرجل؟ هل احترقت كتبه؟ الرجل نعم أصيب في ذاكرته يبدو والله أعلم، فساء حفظه تالي. فمن أخذ من أصوله الصحيحة، أصوله أصول هي أصول، من أخذ منها يعني بالنسبة إلى غيره هي أصول وغيره فروع، فمن أخذ من أصوله فحديثه معتبر، ومن أخذ من غير أصوله فلا عبرة بحديثه. واضح؟ وقد جمعوا ذكروا يعني جماعة كبيرة أخذوا من ابن لهيعة أو عن ابن لهيعة من أصوله. هذا الحديث من حديث قتيبة بن سعيد عن أبي عن ابن لهيعة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني البلخي ثقة. وكان أحمد يقول حديثك عن ابن لهيعة صحاح أو حديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قال نعم، لأن كنا لا 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 نقرأ عليه حتى نسمع حتى نأخذها من أصول من أصول ابن وهب، يعني كان يأخذ من كلام من أصول ابن وهب، يعني من حديث ابن وهب من أصول من كتابه ثم يقرأ على ابن لهيعة، وبالتالي فهذا لا شك أنه إيش هو أفضل ما يؤخذ عن ابن لهيعة وغيره كذلك. يعني أبو الحسن الميموني لما روى عن أحمد أو سأل أحمد عن يعني روى عن أحمد أن أحمد رضي الله عنه روى عن إسحاق ابن موسى ولا ابن عيسى؟ ابن عيسى. أيوة، عن إسحاق ابن عيسى أنه أنه سمع من ابن لهيعة في الستينات يعني في 160 وكذا، وأنه احترقت كتبه في 169، فهو سامع قبل احتراق كتبه. شكل عندك إيش النص؟ قال احترقت كتب ابن لهيعة سنة 69. نعم، ولقيته أنا سنة 64. جميل، احترقت كتبه سنة 69 ولقيته أنا سنة 64. فعلى قول من قال إن المشكلة عنده في احتراق كتبه، فإسحاق بن عيسى من الذين يؤخذ عنهم حديث، وبالتالي الخلاف هذا ينبني عليه إذا علمنا قصة إنسان وتعرفنا أنه قبل احتراق كتبه سمع منه فيضم إلى العبادلة. واضح؟ وضحت القضية ولا لا؟ وإلا فلابد من أن نعلم أنه أخذ من أصول ابن لهيعة أو أصول ابن وهب وابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مسلمة القعنبي ونحو هؤلاء. جميل، إذن هذا بهذا الاعتبار هذا الأصل أنه حسن الحد أن هذا الإسناد حسن بهذا الاعتبار. لماذا؟ لأنه من حديث ابن لهيعة من طريق قتيبة، وقد تابعه عبد الله بن مبارك فروى الحديث في الزهد عنه، وبالتالي عبد الله بن مبارك هو من العبادلة. واضح؟ عن يزيد بن عمرو يعني المعافري، وهو أيضا هو صدوق، والمعافري هذا بلديه، بلدي ابن لهيعة من مصر يعني مصري. عن أبي عبد الرحمن الحبلي، وبالمناسبة أيضا أبو عبد الرحمن الحبلي هذا إيش مصري أيضا معافري، فهو بلديه أيضا، الإسناد يعني غالبه مصريون. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو مما قيل فيه أنه توفي في مصر، فإذا هو إسناد مصري. أي نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. إذن الحديث صحيح لغيره حسن لذاته، يعني الإسناد هذا حسن. قال هذا حديث غريب، إذن قول الإمام أبي عيسى الترمذي هذا حديث حسن أو هذا حديث غريب، هل هو يعني متساهل أم متوسط أم متشدد؟ تشدد.
إذن كم مرة معنا أبو عيسى الترمذي يكون متشددا؟ كثيرا. وكم مرة معنا يكون متساهلا؟ مرة معنا حديث واحد ما وجدنا له في مخرجا إلا الآن، وقد تجاوزنا نصف الكتاب بكثير، وبقية المواضع إما شارك أو إما قلد شيخه البخاري، وإما شارك جماعة من أهل الحديث، وإما كان متشددا أكثر من غيره. وبالتالي فالقول بأنه متساهل بإطلاق هكذا الحقيقة الأمر ليس على إطلاقه. واضح؟ نعم. شيخنا ممكن أن نقول لسانك إما لك أو عليك بهذا، لسانك إما لك أو عليك، هو لا شك، وكل شيء إما لك أو عليك، ما من عمل يعمله الإنسان إلا إما له أو عليه، لأن الإنسان ليس بالأمر المباح، لأن الإنسان مهما عمل إذا اقترن عمله بالنية حتى لو كان مباحا، يعني مثل الطعام وغير ذلك، إذا اقترن بنية صالحة فإنه يكون له، والعمل الصالح إذا اقترن بنية فاسدة فهو عليه، فكل عمل إما لك أو عليك بحسب النية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة وكان من أصحاب ابن مسعود عن عائشة قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبا مالك ستعود إلى حديث حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، لأنه حتى الآن الفاصل بين هذا وبين ذاك الحديث مسافة، وأخشى أن كما حصل مع حديث عائشة في مسألة أنه كان يعني يمضي الشهر ولا يوقد في بيته نار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى. انتهى الباب. هو حديث باب. طيب. نعم. إذن ذكر هنا حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله أي المسلمين أفضل، كلمة المسلمين هل هي اسم يدل على الفضل أم لا؟ طبعا كلمة مسلم في الجملة ليست مثل كلمة مؤمن أو محسن، لكنها قد تدل على الفضل إذا اقترنت بماذا؟ بفضيلة، مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو من أفضل المسلمين، فدل ذلك على الفضيلة. من سلم المسلمون من لسانه ويده، اليد مفعولها في الغالب في الوقت، وأما اللسان فأثره فيما مضى وفي الوقت وفيما يأتي، فالإنسان قد يؤذي من سيأتي وقد يؤذي من مضى، وأما اليد فغالبا أذاها تعديه في 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 الوقت، لذلك يقدم أذى اللسان على أذى اليد. فمن سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا هو المسلم. والمسلم، وهذا يدل على أن كلمة المسلم إن كان المقصود منها الانقياد، لأن الإسلام الانقياد، فإن من معانيها أيضا السلامة، سلامة العبد بفعله الذي هو الانقياد، سلامة الآخرين بانقياده في ترك أذى الآخرين. ففي معاني أو من معاني الإسلام ومادة المادة المأخوذ منها كلمة الإسلام تفيد هذا الجانب وتعين عليه، وهي السلامة. ولذلك نلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نحت من هذه الكلمة الجملة التي بعدها، فقال المسلم في أفضل المسلم، وقد جاء في الرواية الأخرى والحديث في الصحيحين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واضح؟ سلامة المسلمين من لسانه، اللسان قد يكون الكلام في يعني في آبائهم، في وقد يكون في أنسابهم أحسابهم، قد يكون من باب التعيير، وقد يكون بالاتهام والرمي والقذف، حتى لو لم يتكلم واحد يعني أخرس
يخرج لسانه يعيب على الناس ويعني يظهر لسانه من باب الأذى. وأما اليد فواضح يعني يكون من خلال البطش، وقد يكون من خلال الإشارة وغير ذلك، هذا كله من باب الأذى. فمن سلم المسلمون من كل تلك الصور فهذا من أفضل المسلمين بهذا الاعتبار، أو هو من المسلمين باعتبار الاسم الذي يدل على الفضل، لأن كلمة الإسلام قد تدل على الفضل وقد تدل على أنه مسلم في الجملة، واضح؟ فإذا جاءت بهذا الاعتبار مثل المسلم من سلم المسلمون من لسان ودي، فهل هي تدل على أنه مسلم في الجملة ولا تدل على التفضيل؟ تدل على الفضل أو على التفضيل. قال: هذا حديث صحيح غريب من حديث أبي موسى. فكلمة صحيح غريب انتهت عندنا مشكلة إيش؟ الضعف، لأن قال صحيح غريب. ومن جهة الإسناد يعني مثل حسن غريب، واضح؟ يعني مثل صحيح غريب مثل حسن غريب من جهة الإسناد. الحديث المفروض أنه أقل أحواله أن يكون حسنا، إذا قال حسن غريب أو صحيح غريب أو حسن صحيح غريب في أقل أحواله يكون إيش؟ حسنا عنده. وبالنظر إلى رجال الإسناد فهم يعني كلهم، يعني أولا الحديث إسناد فيه علو من جهة العدد، إبراهيم بن سعيد وأبو أسامة اللي هو حماد بن مسامة وبريدة عن أبي بردة الخماسي، واضح؟ كل هؤلاء ثقات، إلا اللهم بريد هذا ابن عبد الله فهو ثقة قال يخطئ قليلا، قال ابن حجر. وقد بينا هذا الكلام ربما من أيام البخاري أن ابن حجر جاء عنه كلمة يخطئ قليلا، أو يعني ربما أخطأ أو له أوهام أو أخطاء فقط في ثقة، ولم يأتي في كلامه هذا في كلمة ثقة ثبت أو ثقة حافظ أو نحو ذلك. يعني هذه الكلمة لا يقولها ابن حجر إلا في كلمة صدوق، وقالها نادرا في كلمة إيش؟ ثقة، ولم يقلها في كلمة ثقة ثبت أو ثقة متقن أو ثقة حافظ. ليش؟ لأنه لا تناقض بين الخطأ القليل وبين الثقة. فالثقات مراتب، منهم أوثق الناس ومنهم آخر مراتب الثقة هو ثقة لكن له بعض الأخطاء لا تصل إلى خفة ضبطه، فإذا وصلت إلى خفة ضبطه نزل إلى درجة إيش؟ إلى درجة حسن الحديث، وهو من كان صدوقا ونحوه. وضحت هذه؟ جميل، أظن هذا الباب هكذا انتهى. اقرأ اللي بعده. البعد محمد بن أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن حسين بن أبي. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل. قال أحمد: حتى يعمل. نعم. قال أحمد: قالوا من ذنب قد تاب منه. هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر بن الخطاب. وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ عن معاذ غير حديث. نعم، هذا الباب ذكر فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب. وهذا يتماشى مع يعني هذا التبويب يتماشى مع التبويب الذي سبق، ويتناسب أكثر من التبويبات المختلفة يعني في النسخ والطبعات المعتمدة على تلك النسخ الأخرى، لأن الكلام متناسق والكلام ما زال في اللسان. وذكرنا أن من أذى اللسان الأذى بالتعيير، أن يعيره أو أن يقذفه ونحو ذلك. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، أي أنه يعاقب بما رمى به أخاه، وهذا الذنب يكون قد وقع من ذلك الأخ وتاب منه، فلا يجوز تعييره على شيء تاب منه. هذا الذي فسر به أهل العلم، قالوا أي من ذنب تاب منه. إلا أن هذا الحديث في محمد بن حسن ابن أبي يزيد الهمداني،
وهو يعني كذبه بعض أهل العلم، قال فيه ابن حجر ضعيف لكن كذبه بعض أهل العلم، وبالتالي فهو شديد الضعف، ولذلك هذا الإسناد يعتبر شديد الضعف، حتى قال شيخنا إنه موضوع، قال فيه إنه موضوع، مع أيضا أن الإسناد فيه انقطاع، فخالد معدان هذا لم يسمع من معاذ، وإن كان روى عن جماعة كبيرة من الصحابة. لماذا؟ لأن كثير من الناس روى عن جماعة كبيرة من الصحابة ولم يدركوا عمر، وعمر عاش بعد معاذ، لأن معاذ توفي في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه، واضح؟ وبالتالي فيعني كونه يعني كونه خالد معدان سمع أو روى عن جماعة من الصحابة عن 70، حتى لو روى عن 70 من الصحابة فإن هذا لا يعني أنه سمع من معاذ، لأن معاذا أولا قد يكون لم يلقه لأنه كان في ذلك الوقت ربما في اليمن، أو أنه توفي قبل أن يعني يدركه خالد بن معدان، فلا يعني لا مانع أن يكون سمع من كثير من الصحابة ولم يدرك. نلحظ هنا أنه قال هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل، وهذا الكلام نحن نبهنا فيما سبق عليه حتى هذا الشيء يعني يتأكد من الإنسان، أن قول الإمام الترمذي إسناده حسن غريب أو حسن غريب لا يعني الاتصال، وإنما يعني الحكم على الرجال، واضح؟ لأن يعني سبق معنا حديث فيه انقطاع واضح، وقال فيه حسن غريب قلنا لكم يعني من جهة رجال الإسناد وليس من جهة الاتصال، والحديث صحيح كان في ذلك الوقت لكنه إيش؟ لكنه منقطع، فكلمة حسن غريب لا تعني الاتصال وإنما تعني التعديل الرجال، ولذلك لاحظ هنا جمع بين الكلمتين التي قد تكون متناقضة عند بعض الناس الذين يفهم كلمة حسن غريب، فقال هذا حديث حسن غريب وتمت الجملة، ولو كان كلمة وليس إسناد متصل استثناء أو استدراكا لكان الكلام مختلفا، لقال هذا حديث حسن غريب ليس إسناده متصل، واضح؟ فقوله وليس إسناده متصل أي هذه الجملة مبينة لجانب في الإسناد، واضح؟ فلم تمنع كون الإسناد حسنا غريبا، وضحت هذه الصورة؟ إذن هذه توضح ما سبق. قال وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل، وهذا تفصيل لكلمة ليس إسناده بمتصل. ثم قال وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعني أن هذا كلام أن كلامنا خطأ؟ قال لا، قال ومات معاذ في ابن جبل في خلافة عمر بن الخطاب، في خلافة عمر بن الخطاب، وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ عن معاذ، وهذا يدل على أنه ربما سمع هذا الحديث من بعض أصحاب معاذ. طيب لو فرضنا أن هذا الكلام صحيح، هل يعني ذلك أننا نعتبره متصلا باعتبار أنه يروي عن بعض أصحاب معاذ؟ هذا عند أهل الحديث يبقى منقطعا طالما لم يصرح باسم من روى عنه وحتى لم يشر إليه. نعم نعم تفضل. كيف وثق محمد بن الحسن؟ كيف؟ يعني كيف صححه؟ هذا محمد بن الحسن من الذين اختلف الناس في أمرهم، يعني وإن كان يعني الإمام أحمد ويحيى بن معين كذبوه أو كذباه، وغير هؤلاء تكلموا فيه، وأظن يمكن النسائي قال متروك، ولكن فيه يعني فيه خلاف في حاله، والإمام الترمذي فيه في هذا الموضع حسن من حاله، وقلنا هذه كلمة حسن غريب في أدنى أحوالها، أي أنه يعني في أدنى أحواله حسن الحديث، يعني تقال في من يقال فيه صدوق، يعني هو في دينه مقبول لكن في حفظه إيش؟ في حفظه في ضبطه هو مصاب في ضبطه وليس مصابا في دينه، ولكن من قال فيه كذاب أو وضاع أو نحو ذلك لا، ويعني هذا الكلام يعني أنه يتهمه حتى في إيش؟ حتى في دينه، فالخلاف في دينه، الخلاف في دينه، فالترمذي رحمة الله عليه ما أخذ بهذا القول. نعم الآن عمر بن إسماعيل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجاهد بن سعيد الهمداني
قال حدثنا الحرص بن غياث حاؤم وأخبرنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أمية بن القاسم الحذاء البصري قال حدثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليه. هذا حديث حسن غريب ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة. ومكحول شامي ابن أبا عبد الله وكان عبدا فأعتق. ومكحول الأزدي مصري سمع من عبد الله بن عمر يروي عنه عمارة بن زادان حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن تميم بن عطية قال كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يسأل فيقول ندان. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في بعض نعم قال باب وذكر حديث واثلة بن الأسقع. وواثلة بن الأسقع هو آخر من توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي بدمشق. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الطفيل عامر واثلة بن الأسقع آخر من توفي ذاك الطفيل ابن إيش لا عامر بن واثلة. على كل حال هذا واثلة بن الأسقع آخر من توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دمشق آخر من توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دمشق. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ويجوز فيرحمه الله ويبتليك لكن الأجود وفيرحمه الله ويبتليك. هذا الحديث الحقيقة فيه يعني فيه كلام فيه صعوبة قليلا الكلام لكن نرجو أن تحل هذه الصعوبة. أولا الإمام الترمذي رحمة الله عليه له فيه أكثر من شيخ فقال حدثنا عمر بن إسماعيل وهذا عمر بن إسماعيل متروك يعني ضعيف شديد ضعف دعونا منه. طبعا حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث ثابت في هذا الإسناد. الثاني وحدثنا سلمة بن شبيب هذا ثقة. حدثنا أمية بن القاسم اختلفوا فيه والأجود القول كما قال ابن حجر فيه صدوق. جميل. قال وحدثنا حفص بن قال وحدثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول. إذن عندنا الحديث سنعتمده من طريق أمية ابن القاسم عن حفص ابن غياث نعم عفوا عن أمية ابن عن سلمة بن شبيب. حدثنا أمية ابن القاسم قال وحدثنا حفص ابن غياث كلاهما يروي عنه سلمة بن شبيب عن برد. وبالتالي فالإسناد من هذه الجهة من جهة سلمة بن شبيب من طريق الشيخين يعني يجتمع لنا يتقوى لكن حفص بن غياث وحده ثقة. قال عن برد وبرد صدوق فالإسناد طالما مداره هنا على برد فهو إسناد حسن في الجملة. قال نعم عندنا ما في قال وحدثنا حفص حدثنا حفص حدثنا. إذا كان كذلك فإذا شيخه في هذا الحديث يعني شيخ القاسم نفسه شيخ أمية بن قاسم أو قاسم ابن أمية لأن في خلاف في اسمه يعني يكون إسناد الثاني نازلا قاسم ابن أمية أو أمية بن قاسم سماه الترمذي أمية ابن القاسم لكن سماه غيره القاسم ابن أمية لا إشكال هو نفسه والقاسم ابن أمية أو أمية بن قاسم فيه الخلاف اللي ذكرنا فيه وهو صدوق. الإسناد على كل حال لا يرتقي عن رتبة الحسن يعني في أحسن أحواله حسن إلى الآن. عن مكحول مكحول هناك مكحولان لكن هذا مكحول الشامي كما نبه الإمام الترمذي رحمة الله عليه وهو ثقة فقيه مشهور. هذا الشام يعني أنتجت جماعة من الثقات الفقهاء ومنهم مكحول ومنهم في درجة متأخرة عنه الإمام الأوزاعي وهكذا وهذا منهم. أما مكحول الآخر وهو الأزدي فذاك بصري وكل الأول يكنى أبا عبد الله
والأزدي يكنى وقال سمع من عبد الله كذا، والمكحول الأزدي لا أعرف ما يكنى، مكحول الأزدي لا أعرف ما يكنى، لكن يكنى الأول اللي هو الشامي يكنى بأبي عبد الله. طيب هنا إشكال، قال هذا حديث حسن غريب، يعني حسن لذاته على الأقل، ظاهر الإسناد هكذا أنه حسن غريب، يعني ظاهر الإسناد أنه حسن. قال ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري. شيخنا رحمة الله عليه قال في هذا بأنه خالف شيخه، وأن الإمام البخاري قال في تاريخ الأوسط بأنه لم يسمع من لا واثلة ولا أنس ولا أبي هند الداري. واضح؟ أن الحقيقة رجعت إلى الأوسط عندي فوجدت أنه أن فيه سمع من أبي، يعني رجعت تأكدت، قلت لعله حصل خطأ. وكيف يخالف الإمام الترمذي وهو يعرف أن شيخه من أعرف الناس في مسائل السماع، يصرح يقول سمع، يعني في الموضع الذي يعرف أن شيخه قال فيه لم يسمع يأتي ويصرح بأنه سمع، فهذا غريب. فرجعت فوجدت أن في التاريخ الأوسط للبخاري في طبعتين، رجعت المخطوط، الحقيقة صعب جدا علي أن أعرف الموضع، لكن رجعت إلى طبعتين، طبعة الرشد وطبعة الوعي، وفي كليهما سمع من أبي من واثلة وأنس وأبي هند الداري، فلا أدري ما الإشكال. فرجعت إلى التهذيب فوجدته في التهذيب أن البخاري قال لم يسمع، يعني المشكلة جاءت من أين؟ ما أعرف هل الشيخ وقف على مخطوط، لأن هذا الموجود المطبوع، يعني هل الشيخ وقف على مخطوط، اعتمد على مخطوط الأوسط، تاريخ الأوسط، وهذا يحتاج إلى مراجعة، ما كان عندي وقت حقيقة، يعني حاولت حقيقة في الماس ما وجدت، ما استطعت أن أصل للموضع. هل الشيخ اعتمد على المخطوط في الأوسط للبخاري، أم أن الشيخ اعتمد على كلام ابن حجر؟ والشيخ اطلع على مخطوطات كثيرة جدا، لكن الأمر ليس سهلا، يعني قضية الوقوف على الرجل في الكتاب في كل حديث في مخطوطاته ما هو سهل، السهل هو الرجوع إلى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، فاحتمال أن الشيخ رجع إلى كلام ابن حجر، فما يظهر لي صواب أنه لم يسمع إلى الآن، لكن مع ذلك هناك من تكلم في سماعه من واثلة مثل أبي حاتم الرازي، له كلامان، يعني أحدهما فيه إشارة إلى أنه يسمع والآخر قال لم يسمع، يعني حتى أبو حاتم الرازي ما هو يعني كلامه ما هو يعني ليس قاطعا، مرة جاء عنه أنه سمع، وفي موضع أنه عرض عليه سمع فلان فقال لم يسمع، فسئل عن سماعه من أبي من واثلة من الأسقع في حديث فسكت، لأنه جاءه الحديث بالإسناد واضح سمع فسكت، فلو كان أبو حاتم حازما وجازما في ذلك قال ما سمع، واضح. على كل حال، أما الإمام الترمذي رحمة الله عليه فكلامه واضح في كل ما رأيت من إيش من ما جاء عنه أنه قال سمع واثلة من الأسقع، وبالتالي فهو قال حسن غريب ولم يتكلم على الاتصال أو غيره. على كل حال، هذه من المسائل التي تتعلق بحسن الخلق، وليس من حسن الخلق إظهار الشماتة، هذا أولا. ثانيا، أنه جرى فيما عرفنا في شريعتنا الكلام عن قضية المعاقبة، أو أن الإنسان يعاقب الجزاء من جنس العمل، أن يعاقب الجزاء من جنس العمل، يعني أنه من يهتك ستر المسلم وأن يتتبع عورات المسلم الله يتتبع عوراته، وغير ذلك من الأمور، هذه جارية. وبالتالي فإن يعني الشماتة في المسلم وإظهار ذلك وتعيير المسلم، هذا ليس بأقل من تتبع العورة والكشف عن عورة المسلم،
واضح؟ يعني هذا مثل هذا وقريب منه، وبالتالي فإن هذه النصوص لا يبعد أن يكون هذا النص يعني ليس فيه نكارة في معناه، واضح؟ ليس فيه نكارة في معناه، ومع ذلك فإنني يعني كل هذا الذي ذكرناه لا أجزم بصحة الحديث حتى نقف على مخطوط الأوسط وكذلك الصغير، تاريخ الأوسط وكذلك الصغير. فإذا وجد خلاف ما ذكرنا فإننا سنقول بأنه ضعيف، وإلا سنعود إلى القول بأنه لا يوجد في الإسناد ما يضر فيه، إلا أن ابن حبان له كلام شديد في هذا الحديث. طيب، وأما بقية الكلام فإنه كلام في الرجال، وهذا الكتاب جامع يجمع التبويب الموضوعي من خلال التراجم، ويجمع الحديث النبوي، يجمع علم الرجال، ويجمع المؤتلف والمختلف، وبيان الفروق بين الناس والتمييز في الأسماء. فهو وإن روى عن مكحول فإنه قد ميز لنا مكحول، وبيّن من هو مكحول المقصود، وبيّن حال مكحول الثاني. قال: مكحول الأزدي بصري سمع من عبد الله بن عمر يروي عنه عمارة بن زيدان، فحدد الشخص من خلال شيخه ومن خلال تلميذه. وهذه من أساليب أهل الحديث، التعرف على الشخص. إذا لم تعرف من هو، إذا لم تعرف من هو هذا الشخص، انظر من تلامذته، من شيوخه، تستطيع أن تتعرف عليه من خلال هذا عندما تتعرف على حديث، لأن له أحاديث، تجد له أحاديث، في بعض الأحاديث صرح بنسبته أو صرح بكنيته، واضح؟ فإذا صرح بهذا نظرت إلى شيخه، نظرت إلى تلميذه، فتعرف عليه من خلال ذلك. وهذه من تلك الأمور. وابن حبان كلامه قلنا شديد في هذا، قال: لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله ممن يقول بأنه لم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقاء. وأما قوله رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن عياش عن تميم بن عطية قال: كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يسأل فيقول ندانم، يعني لا أدري، يعني يسأل قال له إيش حكم كذا، هو فقيه فيجيب باللغة الأعجمية، يقول وهي لغة فارسية. صار أذن هو سمع من بعض الصحابة، لكن هل سمع؟ قيل لم يسمع إلا من هؤلاء الثلاثة، وهم أنس بن مالك، واثل بن أسقع، وأبو هند الداري. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أبو عبد الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. بالنسبة للمكحول الأزدي البصري، أيضا كنيته أبو عبد الله كما نقل لنا أخونا من سير أعلام النبلاء. فضل. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أيوة طيب، بس متأخر، هذا متأخر، يعني في عندي باب قبله، ولكن أنت انتهيت، يعني أنت فقط يعني قرأت بعض الإسناد، فلو أنك
تعود ترجع إلى حديث هناد عشان لا يسيفنا الوقت. ما أحب أني حكيت. نعم نعم. طيب هذا في باب سابق ومعه حديث عائشة في نفس الموضوع. نعم نعم في باب واحد صحيح. طيب باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة وكان من أصحاب ابن مسعود عن عائشة قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قالت فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج. حدثنا هنام لو مزجت عندك نعم لو مزجت نعم بها ماء البحر لمزج. قال حدثنا هنام قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأنني كذا وكذا. وأن وأنني كذا وكذا مش وإن وأنني كذا وكذا. طيب لا بأس. هذا حديث حسن صحيح. وأبو حذيفة موقوفي من أصحاب ابن مسعود ويقال اسمه سلمة بن صهيبة. نعم. باء عندك تبويب ولا ما؟ باء. وعندكم؟ ما في شيء مثلا باب ال... ايش ابا البراء ايش في عندك تبويب على هذا؟ انا عندي تبويب. انا عندي باب في المزح. ها؟ طيب. ها عندك ايش؟ طيب على كل حال الغالب عندهم فقط كلمة باب. ذكر فيه حديثي عائشة وأحدهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا حكيت أي أنني فعلت فعلا يشبه فعله يشبه فعله. هذا الأصل في الحكي أو في المحاكاة. يقال الصدى هو ما يحكي صوت الإنسان بعد صدوره يعني أنه يعيد الصوت. فإعادة فعل الإنسان هذا هو المقصود أنه فلان حكى فلانا. واضح؟ فلان حكى فلانا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أني حكيت أحدا وإن لي كذا وكذا أو وأن لي كذا وكذا. وهذا يدل على أن هذا مرغوب عنه شرعا وأنه فيه نوع من النهي ولو لم يكن بلفظ النهي. لكن هذا يحمل على أنه يحكيه على وجه الذم وليس على وجه المدح. أنه يحكيه على وجه الذم وليس على وجه المدح. ومنهم من قال إن كل من يحكي آخر فإن فعله مذموم. يعني كل واحد يشبه بفعل الآخر يمثل فعل آخر فإنه مذموم. ومنهم من فصل فقال إن حكاه على وجه الصفة في المدح لفعل يمتدحه به. واضح؟ وهذا ما يفعله الإنسان عندما يطبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق أو أنه مثلا يقول قال لي شيخي صلي بهذا الشكل فيمثل كما فعل شيخه وبين له شيخه وهذا مطلوب بلا شك. وأما إذا كان الإنسان قد يعني فعل أمرا محرما فأشار بإشارة حكى فيها ذلك الرجل. فمنهم من قال لا يجوز ومنهم من قال إذا تاب منه فلا يجوز وإن لم يتب منه فيجوز على وجه التنبيه. واضح؟ الأولى ترك هذا ترك أن يحكي الإنسان آخر يعني أن يمثل فعل آخر ولا سيما إذا كان يفعله الإنسان على وجه الذم أو على وجه يعني التنقص منه التعيير التعييب عليه. لكن الحديث الثاني يقرب المعنى الأول وإن قدمه في نسخة بشار نسخة الأستاذ بشار. هنا في نسخة الشيخ شعيب رحمه الله تعالى أخر حديث عائشة الثاني قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أني حكيت رجلا وإن لي كذا وكذا. قالت فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها كذا. ف
فيبدو والله أعلم أن الحديثين خرجا من مخرج واحد وهو باب الذم، وهو باب الذم. أما إذا كان على باب المدح فيقال مثلا فلان صوته جهوري مثلا إذا قرأ القرآن، وبدأ هو يقرأ على طريقة قراءته، إذا أذن قرأ أذن فقال يعني ورفع صوته يعني يجهر بصوته يبين ما هو عليه، فهذا لا يضر، فهو لا يؤذي الذي يعني طالما أنه لا يقصد الذم ولا يذمه ولا يؤذيه ذلك ولا يكره هو أن يفعل له ذلك فلا بأس لا مانع. كثير من الشباب في بداية قراءتهم وبداية تلاوتهم بداية تعلم التلاوة كثير منهم يعني يحكي القراء أو يحكي فلانا من القراء ثم بعد ذلك يستقل بقراءته، لا مانع من ذلك، لأن هذا ليس هي التنقص بل على العكس، يعني لا يمكن الإنسان يتنقص في القرآن، يتنقص في فعل قراءة القرآن، واضح؟ لكن قد يتنقص بعض الناس عندما يسمع واحد يرجع في القراءة، يسمع إنسان يقطع في القراءة، يتميع في القراءة، فنقول له لا تحكيه، فقد يكون عنده عذر، لا يعلم مثلا أن هذا الشيء مثلا ما ينبغي، إذن لا يحكي على وجه التنقص، ولا مانع من أن يحكيه على وجه ذكر الخير الذي فيه وذكر الامتداح بما يستحقه، والله أعلم. إذن هذا. أما الإشارة بأن الإنسان قصير أو بأنه أعور أو بنحو ذلك مما فيه التنقص، فهذا الذي لا يجوز أن يحكيه تنقصا أو أن يشير إشارة تدل على تنقصه، هذا نوع من الحكاية وهذا لا يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد مزجت كلمة لو مزجت بماء البحر مزجته، أو لقد لو مزج بها ماء البحر في بحسب ما عندي ماء البحر لمزج، فهذا معناه أنها تكلمت بكلمة لو أنها وضعت في ماء البحر لغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، واضح؟ يعني هذا المقصود بالمزج، لمزجته أي جعلته متغيرا. ماء البحر كم يحتاج لتغير؟ يعني ماء البحر مثلا لو أننا أردنا أن نغير طعمه من المالح إلى الحلو لا يمكن هذا مهما بلغ، لو أردنا أن نغير لونه إلى اللون مثلا الأخضر أو الأحمر كم نحتاج من أجل تغيير مائه؟ هذه الكلمة لشدة خطرها وعظم أمرها ما فيها يمزج ماء البحر، وهذا جاء على وجه التمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن الصنيع وأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في البيان أنه يستعمل المثال في المادي في المسائل المعنوية، يعني هذه مسألة معنوية فاستعمل مثالا ماديا في مسألة معنوية، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة، هذا مادي، فمثل المادية بالمادي على ما هو إيش معنوي، هذا من أقوى ما يقوم في النفوس من المعاني، يعني هذا من أعظم أنواع البيان والإظهار ما يريد الإنسان توضيحه. إذن فهي خطيرة جدا وكبيرة من كبائر الذنوب أن يصف الإنسان آخر على وجه التعييب، وإنما كان هذا من عائشة رضي الله عنها قبل أن تعلم الحكم، فلما علمت أمسكت ولم تفعل ذلك بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أنا عندي باب في مخالطة الناس. نعم كمل. قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال ابن أبي علي كان شعبة يرى أنه ابن عمر. نعم كلمة عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا الحديث في المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. الناس أذاهم إما أن يكون بسبب سوء في أخلاقهم
ويختلف، قد يكون ببذاءتهم، يعني أنه إن حصل هذا الذي ذكرنا قبل قليل من سوء الألفاظ والإذاء باللسان والإذاء باليد والحكي والتنقص، فماذا تفعل؟ وهذا نوع من إيش؟ هذا نوع من حسن الترتيب من الإمام الترمذي رحمة الله عليه، تصبر وتخالطهم وتستمر في دعوتهم وتستمر في نصحهم. خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس، أو ذكر هنا من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لأن ذاك رضي بالسلامة ولكن لم يقدم شيئا. وأما من تحمل الأذى واستمر في بذل الخير فإنه أفضل وأنفع له في الدنيا والآخرة، وهو خير عند الله وأحب إلى الله. قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر. شعبة الراوي عن سليمان الأعمش يذكر عن يحيى بن الثاب أنه قال عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشعبة كان يرى أنه إيش؟ ابن عمر. ملحوظة قبل أن نختم، الإسناد الماضي محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن مهدي، وكان علي المديني لا يدع الرواية عن شخص حتى يجتمع على تركه من؟ يحيى بن سعيد يعني القطان وعبد الرحمن المهدي. قال المزي: وكان علي بن، وقال علي بن المديني: إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما، وكان في يحيى تشدد. وطبعا عبد الرحمن أكثر في الفقه، وقلنا هذا يدل على أن فقهاء المحدثين أدرى بعلله من مجرديهم عن التحديث، هذا في التهذيب. وقال الذهبي في عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن القطان: لقد انتدب لنقد الرجال وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه هو الحجة المقبول، ومن اختلف فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. قال: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، صفحة 180. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.